السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد هنتكلم فيه على طريقة تشغيل الواي فاي على أي جهاز كمبيوتر أو لابتوب، تمام، عن طريق الفلاشة الخاصة بالواي فاي. أشهر الموديلات طبعا موديل 802.11n بالشكل ده، بتشتغل على شبكات ال 2 و 4 جيجا هرتز، تمام. طيب تشتغل ازاي؟ عن طريق توصيل الفلاشة اللي جاية مع العلبة بالشكل ده، وبتبدأ ان انت تعرف الفلاشة. لو مش جاي معاها اسطوانة تعريفات هنعرف ازاي نعرفها. لو انت عندك ويندوز 10 ممكن تتعرف اوتوماتيك من غير تعريفات، لكن لو انت عندك ويندوز 7 هتحتاج ان انت تنزل التعريف الخاص بالفلاشة زي ما هنشوف مع بعض، تمام. طيب لو انت عندك لابتوب واللابتوب دوت الفلاشة الداخلية بتاعت الواي فاي مش شغالة او مش بتلقط واي فاي او الاشارة بتاعتها ضعيفة، ممكن تشتري الفلاشة ديت، الاشارة بتاعتها بتبقى قوية، وهي كمان هتحل لك مشكلة انقطاع اتصال الواي فاي، خصوصا لو فلاشة الواي فاي الخاصة باللابتوب اتحرقت، او لو انت عندك جهاز كمبيوتر وما فيهوش فلاشة واي فاي هتبدأ ان انت تشتري الفلاشة ديت، عشان لو الراوتر بعيد على الجهاز ومش عارف توصل سلك تبدأ ان انت تشتري الفلاشة دي وتعرفها تبدأ تتصل بالواي فاي. كل ده هنشوفه مع بعض. ملحوظة مهمة قبل ما نبدأ في شرح تعريف الفلاشة وتوصيل الفلاشة على جهاز الكمبيوتر، ان انت تتأكد لو الفلاشة مثلا من نوع 802.11 بالشكل ده ان الفلاشة فيها انتنة بالشكل ده عشان تجيب لك اشارة قوية للواي فاي. فانت لان في نوع تاني من الفلاشات بيبقى نظام اليو اس بي بس ومفيش الانتنة دي، فطبعا الاشاره بتاعتها بتكون ضعيفه. وكمان الناس اللي هتجيب الفلاشه ديت للرسيفر تتاكد ان الفلاشه بتتعرف على الرسيفر وتكون الاشاره بتاعتها قويه، علشان ما تقابلش مشكله ان ما بيجيبش شبكات على الرسيفر او جهاز الكمبيوتر او الاشاره بتاعتها بتبقى ضعيفه، لان في نفس الموديل ده منتشر في السوق بس الاشاره بتاعته بتبقى ضعيف. اتاكد بس ان يكون في انتن بالشكل ده علشان يجيب لك اقوى اشاره للواي فاي. هنبدا نوصل الفلاش على جهاز الكمبيوتر ونشوف ازاي نعرفها مع بعض. نبدا نوصل فلاشه الواي فاي في جهاز الكمبيوتر. انا طبعا الجهاز عندي ويندوز 7 فهيحتاج مني التعريفات. طبعا ممكن باكتر من طريقه نعرف بيها الفلاشه، بس كل اللي احنا محتاجينه ان احنا نوصل سلك نت من الراوتر للجهاز علشان نبدأ نعرف الفلاشة. هنبدأ نوصل الفلاشة، بعد كده ندخل على كليك يمين على كمبيوتر ونختار بروبرتيس، بعد كده نختار من هنا ديفايس مانجر. لاحظ هنا اسم الفلاشة الواي فاي 802.11 بالشكل ده، فممكن بطريقتين نعرف الفلاشة. ندخل على جوجل ونبدأ نكتب اسطوانة التعريفات الخاصة اللي هي SDI درايفر، بعد كده نختار من هنا داونلود، تمام، ونختار النسخة اللي هي بتتصل بالإنترنت. هنختار من هنا داونلود، هيبدأ ينزل لي ملف مضغوط بحجم 5 ميجا. هبدأ أفك الضغط عن الملف بالشكل ده SDI، هبدأ أفك الضغط عن الملف، كليك يمين واكستراكت تو لاسم الملف، وبعد كده أدخل على الفولدر الخاص بيه اسطوانة التعريفات. وعلى حسب نظام الويندوز عندك، انا نظام الويندوز عندي 64 فهفتح الملف الخاص بيه 64، بعد كده هيجيب لي الواجهه دي زي ما احنا شايفين. طبعا في 3 اختيارات، دي طبعا لو انت هتنزل الحزمه كامله وتشتغل معاك من غير اتصال بالانترنت، ولكن انا عندي طبعا انترنت فاختار اخر اختيار دوت زي ما احنا شايفين كده. بعد كده هيبدأ ان هو يتعرف على القطع الخاصة بجهاز الكمبيوتر، وهيظهر من ضمن القطع ديت فلاشة الواي فاي. اضغط على انقر هنا لتحديد التحديثات، بعد كده اضغط على موافق بالشكل ده، تمام وحسنا. بعد كده هيبدأ يجيب لي التعريفات الموجودة في الجهاز، ولو في تعريف ناقص هيجيب لي برضو ان التعريف دوت محتاج ان هو يتحدث او يتعرف. انتظر لحد ما يحمل حجم 18 ميجا زي ما احنا شايفين كده، لحد ما يخلص المساحة دي، وبعد كده هيجيب لي كل التعريفات اللي موجودة في الجهاز. شايفين كده حمل معايا القطع اللي محتاجة تعريف، منهم طبعا القطع الخاصة بالوايرلس بالشكل ده اللي هي 802.11. كل اللي انا بعمله بعلم صح على التعريف بالشكل ده، وبختار من هنا تثبيت زي ما احنا شايفين كده. مجرد ما اضغط على تثبيت هيبدا ان هو يعرف القطعه مع بعض. دي الطريقه الاولانيه معايا. في طريقه ثانيه برضو عن طريق ان انا بضغط على بفتح جوجل بالشكل ده وبكتب اسم الفلاشه 802.11 دبليو لان درايفر،
وبعد كده بختار موقع الدرايفر اسكاب من هنا بالشكل ده، درايفر اسكاب. بعد كده بفتح الموقع، بختار اخر تعريفات خاصه 2014 بالشكل ده، واختار من هنا داونلود، وبكتب لو في باسورد ظهر معايا بكتبه. بعد كده بضغط على بدء التحميل، بينزل لي ملف مضغوط بالشكل ده. بعد كده ببدا ان انا افك الضغط عن الملف المضغوط زي ما احنا شايفين كده، كليك يمين واكستراكت تول اسم الملف، نتاج لي الفولدر بالشكل ده. الفولدر ده طبعا جواه تعريفات الخاصه بفلاشه الواي فاي لكل اصدارات الويندوز. طبعا هنا اصدار 64، كل اللي بعمله بدخل على كمبيوتر كليك يمين وبروبرتيس، لانه ما فيهوش قائمه السيت اب فانا بعرفه عن طريق الديفايس مانجر. بختار من هنا ديفايس مانجر، وبعد كده بختار من هنا اسم الفلاشه 802.11. بعد كده بختار من هنا درايفر، ومن درايفر بختار ابديت درايفر، وبعد كده بعمل براوز واختار الفولدر اللي فيه التعريفات، واختار من هنا براوز وادخل على سطح المكتب لان الفولدر موجود في سطح المكتب. بعد كده بختار من هنا ويندوز ايه، ويندوز 7 64، واضغط على اوكي. هيبدا يعرف معايا فالطريقه اللي تريحك شغال. هنقفل ده بقى، نبدا نعرف بيه الاسطوانه الخاصه بالتعريفات تمام بالشكل ده، وابدا اعلم صح كده، متعلم صح. هبدا اختار من هنا تثبيت، هيبدا ايه يعرف معايا فلاشه الواي فاي عن طريق اتصال بالانترنت. زي ما احنا شايفين كده الفلاشه اتعرفت عن طريق اسطوانه السنابي درايفر انستولر بالشكل ده. هندخل على الديفايس مانجر، هنلاحظ هنا ان اسم الفلاشه اتعرف عن طريق النتورك ادابتور. هنلاحظ هنا ان اسم الفلاشه اتعرف معايا زي ما احنا شايفين قدامنا كده 802.11. ولو دخلت على، لو فصلت سلك النت وركبت بقى الفلاشه لوحدها، هنلاحظ هنا ان الشبكات ظهرت معايا بالشكل ده. ابدا اختار اي شبكه، وابدا ان انا اختار من هنا كونكت، وبعد كده ببدا ان انا اكتب الباسورد الخاص بالشبكه واضغط على اوكي. هيبدا يتصل معايا من غير اي مشاكل. هنبدا نركب الفلاشه مع بعض على ويندوز 10 ونشوف هل هتحتاج معاها تعريف ولا هتتعرف على طول. زي ما احنا شايفين كده، بمجرد توصيل الفلاشه، فلاشه الواي فاي على جهاز الكمبيوتر، على جهاز نازل عليه نسخه ويندوز 10 بالشكل ده، الجهاز اتعرف على الفلاشه على طول من غير اي تعريفات، وظهرت الشبكات الخاصه المحيطه بالمكان. وطبعا انت بتختار اسم الشبكه وبتعمل اتصال بالشبكه، وهنا الاشارات الخاصه بفلاشه الواي فاي، طبعا الاشارات بتاعتها قويه. تمام، بتبدا بعد كده انت تدخل على جوجل زي ما احنا شايفين كده، وبعد كده تدخل على اليوتيوب، بتشتغل معاك الفلاشه من غير تعريفات ولا اي حاجه لو انت ويندوز 10. لكن لو انت ويندوز 7 انت شفت بقى ايه الطريقه الخاصه بتعريف الفلاشه. في نهايه الفيديو اتمنى يكون الشرح عجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك والاشتراك في القناه. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.